من القدوات ما قرأت أن بعض الأمهات كن يغرسن في أبنائهن وهم صغار في عمر الثالثة، كمثل ما يقال عن أبي منصور وعن أبي سهل التستري أن والده وأن أمه كانا يقودانه وهو في عمر الثالثة والثاني في عمر الخامسة إلى الكتاتي ويقال له انظر إلى أستاذك، لأن أيضا هم لا يسلمون أبنائهم إلى أي أستاذ، ينظرون إلى الثقات إلى الأمناء إلى الصالحين، فيقول له انظر إليه وأنه يترقى في الدرجات وأنه سينال في الآخرة كذا وكذا، حتى يغرس في قلب ذلك الابن حب كتاب الله سبحانه وتعالى من خلال نظره إلى أستاذه فيجعله قدوة. فماذا فعل أبو منصور مع أمه بعدما غرست في قلبه وهو عمره 3 سنين حب القرآن من خلال أستاذه القدوة؟ أنها في السنة تلك حملت وجاءتها آلام الدورة أو آلام الوضع، عندما فجاءها المخاض كانت تتألم وتصرخ يا أبا منصور يا أبا منصور، وهو صغير عمره 3 سنوات، يا أبا منصور نادي أباك. فقال هو ولا يعرف ماذا تريدين يا أمه؟ قالت نادي أباك سوف أموت. فقال قولي يا الله. فقالت يا الله، فاندلق الجنين في حينه. وهذه القصة واقعة وحدثت، ليست من الخيال، ولكن الابن عندما تربيه أنت بالنظر إلى القدوات يكون عونا لك على طاعة الله.